عليكم ورحمة الله تعالى. أعزائي التلاميذ في سنة أولى متوسط في تست جديد، تست راح نحط لكم الرابط ديزاين إكزام، تقدروا تحملوه من تم يا تهبطوه الأولاد أو يحلوه قدامكم في ورقة من البيسي ولا من الفون، ومن بعد تشوفوا التصحيح. أول حاجة اللي يمليها التلميذ هو فاميلي نيم، هو اللقب بعناية، first name الاسم، وكلاس هي first M ويحط هنا رقم الكلاس. task 1 I complete the missing days of the week. days of the week هما أيام الأسبوع، كون يكون التلميذ مش حافظهم ما يقدرش يحل. هي الأسبوع هنا Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday. اوكي لازم يكون تميد حافظهم. الارقام عندنا 1 I write the numbers in full، اكتب الارقام اكيد letters 1 2 3 4 10 11 13 15 اوكي. الان I complete the missing months، هو الاشهر، اكمل الشهر ناقص. January February March April May June July August September October November December. ما تنساوش ولادكم يكتبوا الارقام بالماجسكول ماش بالمينوسكول. I write the school things، اكتب school things. قلت لكم هذا ثلاثي حفظ كله، pencil ruler مسطرة قلم a book a school bag هذا شوية نوع ما طويل. اوكي عندنا I fill the blanks. hello my name is Anis. what is your name? hello my name is Anis. what is your name? هذا الحاجة تحفظها دايما my name اسمي هو Anis، ما هو اسمك. okay and I color these boxes. boxes هما هادو كيما العلبة color او لو وينو I feel ام لا او باش يعودوا يعرفوا الولاد معاني الأسئلة. انا green بالأخضر، blue أزرق، red أحمر، yellow أصفر. write the correct punctuation capitalization. correct punctuation معناتها علامات الوقف المناسبة. اللي درنا حنايا واش درنا علامات في علامة الوقف، درنا نقطة full stop كاما question mark exclamation mark. هادو هما نورمالمون عفوا هاي ايه وكابيتال ليتر نبداو دايما بوحدة ورا الهاي دايما تجي فاصلة. هاي my name is اسلام يجي ماجسكول لانه اسم علم اسلام. نقطة كابيتال ليترز. what is your name؟ اوكي كاينه حاجه هنايا اللي يحب يدير فاصله واللي يحب يدير اكسكلاميشن مارك صحيح، يا فاصله يا اكسكلاميشن مارك في زوج صحيح. هنا عندنا فول ستوب، هنا عندنا ماجيسكول، درنا فول ستوب نبداو بماجيسكول في الاخر نديرو كويشن مارك. عفوا تاسك 8 اي فيل ذا جابس. جابس هما فراغات. with i am is nice and glad. اوكي ليلى هالو ماي نيم is دايما name وراها is ليلى. what is your name؟ امينة هاي I am امينة، انا امينة ليلى. nice
عفوا نكتبها ما شفتك لان بدينا بها. نايس تو ميت يو امينه. امينه تجاوبها تقول لها دي فاصلة glad to meet you ليلى. اوكي هذا كان الامتحان يعني ساهل مش غير شي. هو لازم تحطوا ولادكم على حفظ الايام الاشهر الارقام سكول ثينكس الاشياء يعني الحوايج اللي درنا في الثلاثي الاول كامل يتحفظوا. شكرا والى اللقاء مع فرد اخر.